إن تنصيب وتنشيط شريحة أولا فلاي إيسم على هاتف آيفون الخاص بك سهلة جداً. لا تنسى أن تقوم بتنصيب شريحة إيسم قبل ساعات قليلة من القيام برحلتك، ثم فعلها فقط حين وصولك إلى وجهتك. حالما تقوم بالشراء من موقعنا الإلكتروني، سنرسل لك بريد إلكتروني يحتوي على كل ما تحتاج إلى معرفته لإتمام هذه العملية. والآن لنبدأ معاً. أمسك هاتفك. أولاً تأكد أن لديك اتصال مستقر بالإنترنت مثل شبكة واي فاي أو بيانات الجوال. انتقل إلى الإعدادات ثم خلوي. انقر على إضافة شريحة إلكترونية ثم استخدام رمز كيو آر. هنا لديك خياران: تنصيب باستخدام رمز كيو آر أو التنصيب اليدوي. التنصيب باستخدام رمز الاستجابة السريعة. يجب عليك الحصول على الرمز الذي أرسلناه إليك عبر البريد الإلكتروني، إما على جهاز آخر أو مطبوع. ضع رمز كيو آر في المربع الظاهر على الشاشة. انتظر بضع ثواني ليتم التعرف على باقة الهاتف المحمول الجديدة. إن لم تكن تملك جهازاً آخر أو لم يكن رمز كيو آر مطبوعاً، بإمكانك إجراء التنصيب يدوياً. على الشاشة نفسها، اختر إدخال التفاصيل يدوياً. الآن انسخ وألصق الرموز التي أرسلناها إليك عبر البريد الإلكتروني في أماكنها الخاصة. سيتعرف النظام على أن باقة أولا فلاي الخاصة بك جاهزة للتنصيب. الآن اختر التسمية التي تظهر الباقة الجديدة الخاصة بك وانقر على متابعة. أعد تسمية الخط إلى أولا فلاي زائد وجهتك. اختر الخط الأساسي كافتراضي واضغط على متابعة. مجدداً اختر الخط الأساسي لاستعمال آي مسج وفيس تايم برقمك. انقر على متابعة. الآن اختر أولا فلاي كخيار بيانات خلوية خاصة بك. من المهم جداً أن تلغي تفعيل خيار السماح بتبديل استخدام البيانات الخلوية. هذا سيمنع وجود رسوم تجوال إضافية على فاتورتك. وأخيراً اضغط على تم. تهانينا، لقد قمت بتنصيب شريحة الإيسم الخاصة بك بالنجاح. لقد وصلت بالفعل إلى وجهتك، إذن حان الوقت لتنشيط شريحة إيسم. قم بالرجوع إلى الإعدادات ثم خلوي. اختر شريحة الأولا فلاي إيسم الخاصة بك. فعل هذا الخطوة تجوال البيانات. ارجع إلى خلوي وتأكد من أن خط أولا فلاي الخاص بك محدد كمفضل للبيانات الخلوية. إن كانت باقتك تتضمن مكالمات، انتقل إلى الخط الصوتي الافتراضي واختر أولا فلاي كخط مفضل لإجراء وتلقي المكالمات. تم الأمر، لقد تم الآن تفعيل شريحة أولا فلاي إيسم الخاصة بك. مرحباً بعودتك إلى العالم، أنت الآن متصل. إن كنت تحتاج إلى مساعدة، يرجى التواصل مع فريق خدمة دعم العملاء لدينا في الدردشة. إننا متوفرون على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. إبقاؤك متصلاً أينما ذهبت.